صعوبة في الحصول على الدولار بالسعر الرسمي، يعاني منها المسافرون نتيجة لتعذر مكاتب الصرافة وصعوبة الدخول إلى المنصة الإلكترونية لتفتح يومية لدقائق معدودة فقط، بالإضافة إلى الطوابير على المصارف الحكومية والحجوزات التي لا تتحقق غالبا. محافظ البنك المركزي أعلن آلية جديدة سيتم تطوير برامجها، وبموجبها لن يحصل على الدولار إلا من وصفه بالمسافر الحقيقي، وهنا تبدو صعوبة تحديد المسافر الحقيقي من غيره. تصريحات البنك المركزي عندما تحاول التمييز بين المسافر الحقيقي والمسافر غير الحقيقي، ما هي حيثيات، ما هي المعطيات اللي من الممكن ان تحدد هذا الحقيقي وهذا غير حقيقي، لكنه هو يؤكد على انه ستكون هناك، وبالتالي هاي السين افتراضية قد تكون يوم غد أو قد تكون بعد سنة. وتكمن صعوبة بيع الدولار للمسافرين في تجارب سابقة أجراها المركزي عرقلت حصول المسافرين على الدولار، بينما استغلها المضاربون والباحثون عن فرق السعر، ما دفع البنك إلى مراجعة سياسته المالية. يعني الأساليب اللي يستعملوها المضاربين والمحتالين في حصول على الدولار يحرمون منها العناصر الشريفة اللي تسافر من صدق أو تروح للعلاج أو تروح للدراسة. لابد من وضع حد لهذه العملية ومتابعتهم. أعتقد أن يذهب الدولار يصرف في كل شيء مكانه، سواء كان حوالات أو نقدي. ويستمر الفارق بين السعرين الرسمي والموازي بأكثر من 20,000 دينار، مع تحفظ على حركة الدولار من وإلى وداخل العراق ضمن إجراءات البنك الفيدرالي الأمريكي تقيد حركة الورق الأخضر لضبط حركته بعيدا عن التهريب وغسل الأموال. حتى صدور الآلية الخاصة بالتصريف للمسافرين تستمر معاناتهم في ظل إجراءات مالية معقدة تعيق حصولهم على الدولار بالسعر الرسمي. من بغداد علي أسد، يو تي في.